ايه برضه كده ناقص 500 جنيه. طب حسبت الانابيب؟ حسبت الانابيب ايه؟ انت تلاقيكي طلعتي حاجه ونسيتي تقولي لي. وربنا ابدا، انت قصك اللي بتسيبنا، ايش جاي لي ضيف، ايش عندي مشوار، وانا بصراحه ربنا بقى بنسى. ما انا قايل لك يا ام بلوز اي حاجه تطلعيها اكتبيها في ورقه وحطي الورقه في الدرج. حاضر، المره الجايه هعمل كده، هقوم بعمل لك كوبايه شاي تروق بيها دماغك، واحسب كويس تاني ربنا يعطرك فيه. ماشي. 2 و 8 10 و 10 و 15 و 25 و 25. فريده في يا بنتي، انت عايز مننا ايه؟ يا لما ربنا، انا مش عايز منكم اي حاجه غير اني اشوفكم مبسوطين. ابعد عننا واحنا نبقى كويسين من واحنا صغيرين، واحنا كل ما نفرح تنكد علينا، كل ما تعمل عامله تقع فوق دماغنا وتدمر لنا حياتنا وتبوظ لنا كل حاجه. انت بتعمل فينا كده ليه؟ انت اللي عايزه تشوفيني كده. انا مهما قلت لك او حلفت لك اني ما عملتش حاجه مش هتصدقي. تاني هتقولي ما عملتش؟ ما سرقتش؟ ما اتسجنتش؟ ما قابلتش طليقي وحكيت له على سجنك وعن علاقتنا بيك؟ هو اللي جالي كان جايب لي لوجي وانا نصحته ورجعت لك، قلت له البنت ما تقدرش تستغنى عن امها، وحكيت له عن تاريخك المشرف. سالني مجرد ان انا جاوبت قلت له ان انا بريء، ده حتى لما حاول يصالحني بيكم ما رضيتش عشان ما ضايقكوش. اعمل ايه تاني؟ ولا حاجه، ما تعملش حاجه، لانك ما تعرفش تعمل غير انك تاذيني وبس. انا حبيت بس اقول لك ان اكرم هينزل قصتك في كل الجرايد، هيعمل منك ضحية قدام ولادك الأشرار اللي مستعرين منك، هيفضحنا بيك. عرفت انت عملت فينا ايه؟ تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.